كسروا لي بيتي 3 مرات وكسروا لي سيارتي وضربوني. شو أبرز مشكلة بتواجهها اليوم باميلا مع الجيران؟ والله أنا كان بعدني جاي من سفر وسكنت بالمنطقة، ما بعرف شو صار معي اساسا، يعني سكنت مثل كل العالم، اخذت بس استاجرت بيت، صار يحكوا شو في عائله واحده مش جيران، يعني وقت منو جيران يعني يكونوا كثار. نعم ايه، فانا بدي احدد انه هي عائله جيران واحده. أيضاً. يعني يعني السؤال، انت فنانه شو بتعملي؟ انا رقاصه. رقاصه؟ نعم. وشو عملوا لك هالجيران؟ من قبل انه كسروا لي بيتي 3 مرات وكسروا لي سيارتي وضربوني كثير اشياء. يعني يعني اليوم مثلا اذا انت كنت قاعده بالبيت، ممكن مثلا طبيعه عملك كراقصه ممكن ايه ممكن، ما بقول لا، في موسيقى مثل ما قالوا عم بقول كل نهار ممكن يكون في موسيقى عندك no بالبيت؟ نو 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 نو، عندي اساسن ساكنه بمنطقه شعبيه يعني، وما بعمل هيدا الشيء يعني، وسنين انا بقعد بالبيت يعني، انه بيجي على بيتي بس بنام وبفل يعني. نعم. اساسا هلا اكيد كل منطقه بلبنان هي ملك لكل لبناني، وكل لبناني له حق يعيش باي منطقه بلبنان. لا هونيك ما لك حق تعيش، سوري. بس السؤال هون، اذا منطقه محافظه نوعا ما، ليه راحت باميلا سكنت هونيك؟ مش عم لانه انا بحب شعبي، انا ابن المنطقه. نعم. يعني بدي اذا بقول لك انه العالم كله هونيك، يعني تقريبا 3/4 جيراني بحبوكي. جيراني اكيد بحبوني، ما غلطت بعمري مع هذا، بالعكس عملت منيح مع كل العالم، بس جيراني اللي حواليهم هن خايفين منهم. قلتي لي قبل شوي انه بيحاولوا يتحرشوا فيك رجال، شخص منهم بيحاول يتحرش فيك، كيف شو اللي باكد لك انه عم يتحرش فيك؟ لما تبقى بده يعزمني على بيته وقت مرته مش موجوده، يعني ما علي، يعني ماني ولد، عمري 30 سنه يعني، ماني ابني عمره 15 سنه يعني. فانا اللي بدي ادب شرفي، مع اني فنانه وجيت لعندك على البرنامج، جاي بس كرمال احفظ على شرفي، لازم يعرفوا العالم ليش انا صارت معي هيك. نعم. يعني انا فنانه اوكي، رقاصه، وإلي شرف كون رقاصه، بالنسبه لي هيدا فن، وشو قلتي وفني محترم. اوكي، ابو علي كيف ممكن تحلي لها مشكلتها لباميلا؟ اول شيء في اسال سؤال، باميلا وين ساكنه؟ الوزاعي. الوزاعي؟ نعم. اول شيء يا باميلا، الوزاعي أنا كنت ساكنة على الوزاعي. أوكي؟ شرفنا. لو كانت باميلا جارتك كانت زعجتك؟ أكيد. ليه؟ ما جعزتني لإلي. لأنه جعزت البيئة هونيك. بيئتهم هونيك. أنا ما زعجت لحظة حتى. سوري حبيبتي. ميرفت، سوري. أوكي. بدي أعطشك بالحديث، إلي 15 سنة ساكنة بالمنطقة وابني ابن المنطقة. طب ليه حطوا حواطي؟ لحظة لو سمحتي، خليني أكمل حديثي. أنا هول الناس ما بعرفهم. 15 سنة بالمنطقة وكل العالم بحبوني من أول منطقة لآخر منطقة، ما زبطة يعني. شو كنت عملتي عمليا على الأرض هلا؟ شو كنت عملتي محلي؟ شو كنت عملتي؟ إذا هيك رقاصة وبمنطقتي صراحة أنا مع العالم. أوكي. أنت بتوجه يعني بالآخر، بالآخر الرقص هو فن ومهنة خيال الشخص. هو الرقص لا فن. إيه طيب. أنا بقول لك يا فن. هو حرية شخصية بالآخر. شو قالوا؟ ما بدنا. أنا بتمنى تيجي تصير جارتنا، أنا بحب الرقص كثير. لحظة شوي، الجماعة فاهمين غلط. تفضلي. أنا ببيتي ما بدور موسيقى. أنا مش عم بقول شيء. لحظة لو سمحتوا، أنتوا فاهمين الموضوع غلط. لا لا لا. الأساس المشكلة ليش صار؟ لو سمحت، أنا ما بدور موسيقى، ما عم بتعاطى مع حدا، كلمة مرحبا سلم لله أول شيء. بعدين بنت منطقة، ما راح اترك المنطقة كرمال العالم ما بتسوى. صح. بعتذر منكم. إذا حضرتك أخذ بنظرتك إنه الفن عيب، شي برجع حبيبتي أنا بحب الرقص الشرقي. ما بيهمني رأيك، سوري. ما بيهمك رأيي، ما يهمك رأيي، بس أنا كرأيي بقول لك إياها كبنت منطقة، أنا مع العالم. أنت منك بنت منطقتي. مع العالم. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.